وهذا ما يعطي نكهة ربما بنقطة التعادل لسبيرز والمدرب مارتينيون. جالاس ولد غريبة جدا. ويليام جالاس ابن الناس يضرب بكل الامتياز. عادات أن يسدد. شوف الإعادة تنطلق من دعم كورة في عمق الدفاع. جالاس يتلاعب بالسالجيري، يتقدم أمام جيرمان جالاس ويضع الكورة في الزاوية المستحيلة. كورة من زمن العمالقة، كورة صاروخية عبر القارات، كورة جالاس الفنان. هذا الانتصار الكبير، الانتصار 24 لتشيلسي البلوز لمورينو الذي يستفيق من الغفوة وعودة من بعيد.